السلام عليكم. جماعة الحوثي أشعلت الموقف ضد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال تنفيذ عملية تخريبية ناجحة على خطوط الاتصال العالمية في الأيام القليلة الماضية. التفاصيل كانت قد نشرت بشكل حصري على جلوبز العبرية، بالإضافة إلى المزيد من التفاصيل حول هذه المسألة نشرت من قبل الجيروزلم بوست. والخطوط التي استهدفتها جماعة الحوثي هي خطوط الفايبر العالمية التي ترونها هنا، والتي تربط الشرق بالغرب، وكل هذه الخطوط هي تمر عبر مضيق باب المندب هنا في خليج عدن والبحر الأحمر، أي إنها باختصار في متناول اليد. بالنسبة لجماعة الحوثي وبحسب هذه المصادر، أكدت بأن هذه الجماعة تمكنت من استهداف 4 خطوط من خطوط الفايبر الإنترنت للاتصال، قاموا باستهدافها بشكل مباشر، وأن هذه الخطوط هي عبارة عن الخط الأول AAE1، هذا هو الخط الأول الذي خربته هذه الجماعة، وهو في حقيقة الأمر يربط بين آسيا وجنوب شرق آسيا لنكن أكثر أو لنكن دقيقين بشكل أكثر، وكذلك هنا كما ترى الخليج العربي أيضا مرتبط بهذا الخط، وأيضا أوروبا في نفس الوقت. أما الخط الآخر فهو EIG الذي يربط الهند الخليج العربي وصولا إلى أوروبا إلى بريطانيا كما تلاحظون، يصل إلى لندن بشكل مباشر. والخط الآخر هو خط سيكام، وهذا الخط يربط بالدرجة الأساس أفريقيا كما نلاحظ، مع وجود الهند طبعا بكل تأكيد والخليج العربي، ولكن أساس الربط يأتي بين أفريقيا ويأتي أيضا بين أوروبا. والخط الآخر الذي استهدف هو TGN Systems كما تلاحظون، الذي يرتبط ويمتد من الهند مباشرة إلى أوروبا. وكانت واحدة من الأمور التي أكدت بأن هنالك فعلا هجوم من قبل جماعة الحوثي، وأكدت هذه المصادر التي نتحدث عنها، هي نت بلوكس التي نشرت وقامت بعملية بحث من 22 فبراير وحتى 26 فبراير أي يوم أمس، وجدت بأن هنالك اضطرابات في الإنترنت وفي الاتصالات وانقطاع في الإنترنت في جيبوتي تحديدا، التي تأتي مطلة طبعا على خليج عدن ومضيق باب المندب. وكان الانقطاع كما نلاحظ هنا، هنا 25 فبراير، هنا 24 فبراير، أي إنها في الساعة الأخيرة من 24 فبراير، أي ليلة 24 فبراير على 25 فبراير جاء الانقطاع بهذا الشكل. وبعد ذلك في 26 فبراير كان هنالك انقطاعا كبيرا، وهذا يفسر بأننا أمام هجومين في هذه المنطقة على هذه الخطوط، أدى إلى اضطراب خطوط الإنترنت تماما في جيبوتي، وربطت النت بلوكس هذا التطور وهذه الانقطاعات التي جاءت في جيبوتي بالتقرير الذي صدر من جلوبس وجيروزلم بوست وغيرها من المصادر. وبالتالي وجدت أن الأمر مترابط ومترابط للغاية، لا بل أن حتى سكاي نيوز عربية بمصادر خاصة لها أكدت هذا الحادث، وأكدت بأن بالنسبة للعالم بحاجة إلى 8 أسابيع لكي يصلحوا الخطوط التي نتحدث عنها وهي خطوط الفايبر. وسبق وأن رأينا كثير من التقارير المرتبطة بهذه المسألة. نهاية العام الماضي كان الحوثي وجماعة الحوثي قد هددت مرارا وتكرارا بأنها ستقوم باستهداف خطوط الاتصال وخطوط الفايبر التي تمر عبر مضيق باب المندب، وكان هنالك وكانت هنالك تقارير صدرت من سيتك في 26 ديسمبر من عام 2023، وكذلك كان هنالك تقريرا أيضا من قبل The Guardian البريطانية في 5 فبراير أي بداية هذا الشهر، ولكن لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية ولا الغرب بشكل عام أي شيء من أجل مواجهة هذه التهديدات. وهذا سؤال طبعا يطرح على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الغرب، لماذا لم يتصرفوا رغم كل هذه التقارير التي طرحت حول هذه المسألة؟ وقد تكون واحدة من الأسباب هي التقييم الذي جاء على جماعة الحوثي، ما إذا كانوا هم قادرين أساسا على تنفيذ مثل هذه العملية. على سبيل المثال BBC البريطانية تحدثت بداية هذا الشهر بأن جماعة الحوثي من الصعب جدا عليها تنفيذ مثل هذه العملية، هي لا تمتلك مثل هذه القدرات. لم يقولوا بأنه مستحيل على الجماعة أن تنفذ مثل هذه العملية، ولكنهم قالوا بأن القدرات غير حاضرة لهذه الجماعة بسبب أن خطوط الفايبر أو خطوط الاتصال
الإنترنت التي نتحدث عنها هي تأتي في أعماق البحار على عمق مئات الأمتار، الغواصين غير قادرين على الوصول لها، وجماعة الحوثي كما تحدثنا لا تمتلك أي وليس هنالك أي دليل بأن هذه الجماعة قادرة على فعل أي شيء لهذه الخطوط، وبأن من الدول المعروفة القادرة على تنفيذ مثل هذه العمليات هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ولكن البي بي سي لم تتوقف عن التشكيك بأن جماعة الحوثي قادرة على تنفيذ هذه العملية، ولكن بمساعدة دولة مقتدرة. يجب أن تكون هنالك مساعدة من دولة معينة هي التي ممكن أن تساعد هذه الجماعة على تنفيذ مثل هذه العمليات. وأشارت بشكل مباشر إلى أن دولة مثل إيران الحليفة لجماعة الحوثي بكل تأكيد هي قادرة على مساعدة هذه الجماعة على تنفيذ مثل هذه العمليات، لديها قدرات كبيرة للغاية تتطور بشكل مستمر على مستوى المسيرات في المياه وكذلك في الأجواء وغيرها، وبالتالي هي قادرة على سبيل المثال على تحديد موقع هذه الكيبلات التي نتحدث عنها، وبعد ذلك جماعة الحوثي تقوم باستهدافها. وإيران يجب أن لا ننسى بأنها حليف مهم بالنسبة لروسيا، بالتالي روسيا ممكن أن تساعد إيران لتساعد إيران جماعة الحوثي لتنفيذ مثل هذه العملية، وصدق أو لا تصدق بأن من الممكن تنفيذ مثل هذه العملية بأدوات بسيطة للغاية كما تحدثنا، تحديد هذه الخطوط في أعماق المياه، خطوط الفايبر على سبيل المثال، نفترض أن هذا أحد الخطوط لخطوط الفايبر في المياه، كل ما تحتاجه هذه الجماعة لسفينة سلسلة طويلة ومرسات، وببساطة تسير هذه السفينة بالاتجاه المعاكس لهذه الخطوط على سبيل المثال، أو تمر عليها المرسات وبالتالي تحقق الضرر المطلوب، أو حتى قطع هذا أو هذه الكيبلات وبالتالي يتحقق الضرر بهذه البساطة. وهذا الأمر أساسا قد حدث في عام 2016 بحادث، لم يكن الأمر مقصودا أو هجوما مباشرا، وجاءت في عام 2016 بهذا الشكل كما تلاحظون من هذا الخبر أن سفينة مرت بالمرسات وقامت بقطع ثلاث خطوط من خطوط الإنترنت بهذا الشكل، وأيضا تسببت بمشكلة في حينها. بالتالي هذا الأمر هو ممكن وممكن للغاية. الآن هذه الجماعة ببساطة من هذه العمليات على هذه الأربعة خطوط التي نتحدث عنها هي ببساطة أدت بأضرار وأضرت بأفريقيا، الخليج العربي، وكذلك أوروبا بالدرجة الأساس، وأيضا كما نلاحظ الهند، لأن هذه الخطوط تمتد منها، وكذلك على مستوى آسيا وجنوب شرق آسيا، ولكن بالدرجة الأساس كما تحدثت هذه التقارير الخليج العربي وأفريقيا هي المتضرر المباشر مما جرى، وطبعا أوروبا تأتي بالدرجة الثانية، ولكن هو أمر خطير بالنسبة لأوروبا، وهذا يعتبر تصعيدا كبيرا من قبل هذه الجماعة، وذلك لأنها بدأت تستهدف البنى التحتية للاتصالات العالمية. باختصار هنا الجماعة واضح جدا بأنها تريد قطع الشرق عن الغرب من ناحية الاتصال، أي أنها ضربة خطيرة وتطور خطير، وأن هذا الأمر يعتبر ويدخل من ضمن الحروب الغير تقليدية، غير معتاد، وغير معتاد العالم أن يرى مثل هذا النوع من الحروب. ولكن جماعة الحوثي يبدو بأنها بدأت تنفذ هذه العمليات في ظل أيضا نجاح كبير من هذه الجماعة على فرض حصار على مضيق باب المندب، لا زالت تستهدف السفن في خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر بنجاح عال، وهي أدت هذه الهجمات في نهاية المطاف إلى رفع أسعار النفط وكذلك أسعار الشحن، التأمين للشحن وأسعار الشحن بشكل عام أصبحت مختلفة بسبب أن شركات الشحن بأكملها أصبحت تسير بهذا الشكل عبر مضيق جبل طارق لتصل إلى النقاط التي تهدف للوصول إليها، بدلا من الذهاب عبر البحر الأحمر عبر قناة السويس للوصول إلى البحر المتوسط. بالتالي هذه الجماعة تحقق الكثير والكثير من الضرر، وهذا قد يفسر ما ممكن أن يكون قادما ضد هذه الجماعة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب مقارنة بأي فصيل موجود بهذه المنطقة، لأن هذه الجماعة تحقق نجاحات في استهدافاتها هائلة للغاية. وإحدى أهم الأدلة على أن هنالك قد تكون ترتيبات جديدة عسكرية وتصعيد عسكري قادم على جماعة الحوثي هو ما نشر من قبل منصة إيكاد في 48 ساعة الماضية، مرتبط بجزيرة عبد الكوري اليمنية. هذه هي اليمن كما تلاحظون، وهذه هي الجزيرة التي ذكرناها لكم، وفي هذه الجزيرة تحت السيطرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأن هنالك قواعد تابعة للإمارات العربية المتحدة. واحدة من هذه القواعد ظهرت هنا كما تلاحظون، هو عبارة عن مهبط للطائرات أو مدرج في حقيقة الأمر للطائرات تنطلق من خلال هذه الطائرات.
المثير بأن هذا المدرج الذي نتحدث عنه تطور كثيرا عندما نعود إلى 5 أكتوبر، أي قبل ما جرى في 7 أكتوبر، ونرى كيف تطور هذا المدرج بعد 7 أكتوبر. سنرى بأن هنالك ترتيبا معينا كبيرا قد تستغله الولايات المتحدة الأمريكية في توجيه ضربات عنيفة على جماعة الحوثي من هذه الجزيرة. على سبيل المثال، هذه النقطة هنا التي ترونها بالذات، ظهر تحديث في الأقمار الصناعية كما تلاحظون هنا في هذه المنطقة، أن هنالك مباني كانت واضحة في 5 أكتوبر، أي قبل كل ما جرى في 7 أكتوبر. لاحظ كيف تغيرت هذه المنطقة بعد أو في شهر فبراير، أي بعد 7 أكتوبر، نحن نتحدث عن هذا الشهر تحديدا من هذا العام. لاحظ كيف تغيرت هنا، أصبحت هنالك الكثير من المباني الموجودة والبنى التحتية المرتبطة بهذا المدرج الذي نراه هنا. أما النقطة الأخرى هو المدرج نفسه، هذا المدرج قد توسع، أصبح أكثر طولا الآن على مستوى النقطة الجنوبية لهذا المدرج هنا. إذا ما عدنا إلى القمر الصناعي هنا في 5 أكتوبر قبل كل ما جرى في 7 أكتوبر، لاحظ هنا هذين الطريقين أو هذا الطريق المتفرع بهذا الشكل، واضح أن المدرج ينتهي هنا. لاحظ كيف أنه تغير في 2 فبراير، تطور طبعا بشكل تدريجي ووصل إلى هذه النقطة، ولاحظ هذا هو نفس الطريق الذي رأيناه، ولاحظ كيف أنه أصبح أكثر طولا بالنسبة لهذا المدرج الذي نتحدث عنه. وهذا يعني بأن هذا المدرج قد تطور وتقدم بحسب منصة إيكاد ب 120 مترا الآن، وجعل هذا المدرج بأكمله 3 كيلومتر بالنسبة لطول هذا المدرج، وهذا يجعله قادرا على استيعاب الطائرات العملاقة الأمريكية أو طائرات الشحن العملاقة الأمريكية مثل C5M سوبر جالاكسي التي ترونها هنا، أو حتى طائرات مثل الطائرات الاستراتيجية العملاقة المهمة B1 بومبرز. هذه الطائرات هي نفسها الطائرات التي استخدمت في استهدافات ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا مؤخرا. ممكن لهذا المدرج بثلاثة كيلومتر أن يستوعب هذه الطائرات التي نتحدث عنها، وهو الأمر الذي أكدته طبعا منصة إيكاد بهذا الشكل كما تلاحظون. وهذا قد يكون مهما، وخاصة أن بوليتيكو قد تحدثت خلال هذا الشهر، منتصف هذا الشهر، بحقيقة بأن الإمارات العربية المتحدة وعدد من دول الخليج العربي قيدت تحرك الطائرات الأمريكية في المنطقة بشكل عام. هي طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تستخدم القواعد الأمريكية الموجودة في بلادها لكي تنطلق الطائرات لاستهداف الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق أو في سوريا أو تجاه جماعة الحوثي. هي تريد أن تبقى في الوسط، لا تريد أن تنخرط بهذه الاشتباكات، ولا تريد أن تبدو كحليفة رئيسية ومع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وكذلك هي لا تريد أن تظهر وكأنها عدوة أيضا لإيران في نفس الوقت. بالتالي هي قررت لأسباب عديدة أن تبقى بعيدة عن هذا التوجه وعن هذا التطور. وهنا تأتي أهمية الجزيرة عبد الكوري التي تحدثنا عنها، التي ممكن للقاذفات الاستراتيجية أن تكون حاضرة في استهداف جماعة الحوثي كتصعيد قادم في ظل كل التطورات التي تحدثنا عنها، وفي ظل حلف حارس الازدهار الموجود هنا، وكذلك حلف الدروع الأوروبي، وكذلك أوبريشن بسايدن آرشر التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم من 6 دول. 4 موجات من الضربات تعرضت لها جماعة الحوثي، ولكن الجماعة مستمرة وتصعد ولم تتوقف نهائيا. وهذا هو الذي يجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة لعمل الكثير ضد هذه الجماعة. لماذا؟ لأن الآن الولايات المتحدة وبالنسبة للرئيس بايدن يحقق بعض الترتيبات المرضية بالنسبة لإدارته في منطقة الشرق الأوسط. على سبيل المثال، هو تحدث بشكل واضح في 24 ساعة الماضية أن هنالك اتفاقا قادما في قطاع غزة سيؤدي إلى إيقاف إطلاق النار، تبادل الأسرى. من الممكن أن يتحقق هذا الأمر كما تحدث الأسبوع القادم يوم الاثنين. هنالك رغبة كبيرة وتحرك كبير، وأصبحوا قريبين من تحقيق هذا الاتفاق. بالتالي لا قتال خلال شهر رمضان، لا قتلى من المسلمين خلال شهر رمضان، وهذا الأمر سيكون مفيدا بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن من ناحية كسبه للشارع، على الأقل أن لا يكون ضده في هذه الانتخابات. أتحدث هنا عن العرب والمسلمين الأمريكيين في الانتخابات القادمة في نوفمبر القادم، لأن ولاية ميشيغان على سبيل المثال أصبحت ضده تماما عندما نتحدث عن العرب المسلمين والمسلمين الموجودين في هذه الولايات المهمة. وبالتالي هو سيحقق هذا الاتفاق في هذه المنطقة أيضا. إن الهجمات
من الفصائل في العراق والفصائل في سوريا توقفت تماما. حزب الله اللبناني تحت السيطرة وقواعد الاشتباك مع إسرائيل، وهي مسألة قد لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بها بشكل مباشر أو تحاسب عليها. وحتى أن الجانب الإيراني بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير كان قد تحدث هذا التقرير بأن إيران اتخذت قرارا بتخفيض إنتاج تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وبالتالي هذا أعطى رسالة للولايات المتحدة إلى أن إيران تريد أن تتفاهم، تريد التفاوض. كل العلامات جيدة هنا كما نلاحظ، إلا ما يجري مع جماعة الحوثي التي تستمر في التصعيد بشكل كبير، ليس فقط في الاستهدافات على السفن وغيرها، وإنما الآن نتحدث عن استهدافات للبنى التحتية للاتصالات والإنترنت العالمية بالكامل. وبالتالي هو يحتاج أن يضبط إيقاع هذه المنطقة، وخاصة أن أوروبا في مشكلة. أوروبا الآن ترى بأن هنالك مشكلة، روسيا بدأت تتقدم بشكل كبير على أوكرانيا، وأن هنالك تقدما في دانييتسك، هنالك ضغط أيضا في زاباروجيا رغم كل الدعم الذي يأتي لأوكرانيا، وبأن الغرب الآن كما نعلم هو وكما تحدثنا تحت الضغط من خلال ما يأتي من جماعة الحوثي في هذه المنطقة على مستوى الاتصالات، على مستوى الشحن، على مستوى النفط وغيرها. بالتالي لا بد من حل هذه المسألة، وخاصة أن حلف الناتو الآن مع التقدم الروسي وغيرها بدأ يتحدث عدد من قادة حلف الناتو بأنهم يريدون نشر قواتهم في أوكرانيا. من تحدث عن هذه المسألة؟ تحدث عنها رئيس سلوفاكيا، رئيس وزراء سلوفاكيا هو الذي قال بأن هنالك نقاشات بين أعضاء حلف الناتو بأنهم يريدون نشر قوات في أوكرانيا. كذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال ببساطة بأننا سنفعل كل شيء وأي شيء من أجل هزيمة روسيا. وبالتالي البعض بدأ يراه كنابليون، بدأوا يقارنون ماكرون بنابليون من نوع من السخرية والاعتراض عليه، ولكن في نفس الوقت الحديث حاضر بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أبدأ استعداده من إرسال قوات الفرنسية أيضا إلى الداخل الأوكراني لمواجهة روسيا. بالتالي معادلات صعبة فعلا تواجه الإدارة الأمريكية.